بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دابا أنا ما نقدرش نعبر على هذا الجو اللي دوزنا فيه هذه العملية الانتخابية التي توجت فيها كرئيس لهذه الجماعة للمرة الثانية. وأنا أشكر جميع الإخوان، لا الأغلبية ولا المعارضة، أشكرهم أولا على الجو الديمقراطي اللي دازت فيه هذه العملية، وأشكر إخواني الذين ساندوني ومروا ببعض اللحظات حرجة، ولكن إلا بغاو يديروا الرئيس ديالهم في السوق مروا بالأوقات الحرجة، والحمد لله الإخوان حنا يد في يد غادي نخدموها بانصار، لا معارضة لا أغلبية. حاليا بعد فوطات كتعرفوه هو ديما ما كيديرش معارضة، كيحاول يدير الاحتلال باش نخدموا هذه المدينة الحبيبة. وهذه المدينة راه خدمناها واحد 6 سنين، وهذا المواطنين اللي عطيهم جهاز زراعة فينا الثقة وعطاونا الأصوات ديالهم، واخا ما نعرفوهمش دابا ما تقدرش تجمع أنت 2600 ولا 2200 مواطنين. الحمد لله داروا فينا الثقة، وحنا ما خرجناش كاع ندبوا عليهم، دابا خصنا نخدموهم ليل نهار وما نقولوش أح. وشكرا للجميع، وشكرا للصحافه اللي سهرت على تتبع هذه العمليه قبلها او بعدها، واشكر الجميع كل من ساند من بعيد ومن قريب لانجاح هذه العمليه، واشكر السلطه المحليه على راسها السيد البشار الذي اشرف منذ بدايه هذه العمليه الانتخابات منذ شهر، وهو يمكن كاين عس في ساعه ولا ما ينعسهاش، والاخت اللطيفه وردة اسم على مسمى. وشكرا للجميع، والان نمر لانتخاب اعضاء نمر لانتخاب النواب الرئيس. كما تعلمون حنا راه عندنا 5 الاخوات اللي ترشحوا معنا، راه عينا معاهم باش يدخلوا معنا ولو واحده في هذا المكتب، ولكن كل وحده عندها المبرر ديالها. الاخت عواطف واش كتقولي؟ الأخت الأخت عندها راه كدير الماستر في وجدة. الأخت طالبة جامعية في مراكش، هذا خصو يدون في المحضر السيد البشار، هذا خصو يدون في المحضر. دابا حنايا أهل الفتيات ما بغاوش يدخلوا معنا، دابا كنعاود عليهم. قول وحده واش كتقول؟ الله يخليك، الله يخليك، المدرسة الله يخليك، المدرسة الله يخليك، المدرسة 17 من القانون التنظيمي ديال الجماعات كتلح على أنه ضروري تكون تمثيلية. خرجة الله يخليك، دير لنا واحد المحضر. الله يخليكم، كتلح على أنها تكون تمثيلية ديال التولد ديال النساء فيما يخص النواب ديال السيد رئيس المجلس، وبالتالي حنا المقتضى القانوني كيتكلم على انه فهمتوا ولا لا ماشي هي الزاميه 100%. حنا بالنسبه لنا يحاول السيد الرئيس يحدد شكون هما المعنيين في الامر، ونسمعوا بانهم هما رفضوا هذه التمثيليه وغنمشيو لها حنا في المحضر ديالنا. عاود بصفتي يعني موظفه وام لها 5 اطفال وعندي بزاف ديال الشباب، ما نقدرش نتكلم من الزباله. عواطف الفارسي. عواطف الفارسي واخا لا، شوف تتشي لها في المحضر واخا شكون اللي المهام ديال النيابه يومي، يعني حنايا عندنا اشغال ديالنا ما نقدروش نديرو. ورده شنو الفارسيه العاطفه الفارسيه وغزلان بن علي اسندت لهم من طرف السيد الرئيس طبقا للماده المقتضيه في الماده 17 ديك التمثيليه ديال الثلث، الا انهما رفضتا. وبالتالي شي ليله في المحضر على اساس باش غادي نرجعوا فهمتي ولا لا للنسق العادي. دور الهدى. حاليا كنكمل الدراسه ديالي في عندي ماستر خاصني نكملو، يعني عندي التزامات ديالي خاصه. طالبه جامعيه وبغيت نكمل الدراسه ديالي وعندي التزامات اسريه ناخذ هذا فانا كذلك كطالبه جامعيه ما يمكنش ليا نقدر المسؤوليه ما كنكونش متفرغه. وشكرا والان اتلو عليكم لائحه. كنت كترشح النيابه، كنت كترشح النيابه.
ونور الهدى. لا واش غزلان ولا نور الهدى ملي كتعطيهم ليا في القاعده ديال التوبه برضه الله كدير بانه فارسيه ونور الهدى رفضتها سيتو هما اللي غيديروا هكذا فهمتي بلا جهد المقيده واضح الله صافي. والان اتلو عليكم لائحه النواب رئيس مجلس البلد السيد محمد أهلا النائب الأول، السيد محمد الصغير النائب الثاني، السيد سقساق فؤاد النائب الثالث، السيد عبد الحميد عقيد النائب الرابع، السيد أعراب وعاز أعمار وعاز النائب الخامس، السيد عمر بركان النائب السادس.